نظمنا محاضرة للأستاذ والباحث في التاريخ أستاذ ملوكا ميلوت، وكذلك بعض الشهادات الحية لمجاهدي المنطقة، وذلك من أجل ترقية وتحبيب القراءة والمطالعة والتحفيز على هذه الاحتفالية الوطنية. حتى الكف عن مصطلح الإرهاب الذي تقريبا في المدة الأخيرة تقريبا عام 39 سنة، وين ظهرتها بدات به هي هذه الدولة الفرنسية اللي تدعي أنها ثورة الأحرار وثورة المساواة والعدالة والأخوة، هي شعارات وهمية فقط. نحن في ستينية استرداد السيادة الوطنية، انتصارات، مكاسب وإنجازات تنم عن دور أو حكمة الدولة الجزائرية في المضي قدما للنهوض ومواصلة رسالة الشهداء في بناء وتشييد الجزائر والحفاظ على كل المكتسبات، وكذلك صون الأمانة وتبليغ رسالة الشهداء إلى الشباب. نعم، اليوم ونحن نشاهد عبر وسائل الإعلام العالمية والوطنية حقد فرنسا على شيء اسمه الجزائر. كلمة الجزائر بالنسبة للفرنسي لأبنائهم الذين ربما لم يقوموا بالثورة في الجزائر أو احتلال الجزائر، والوطنية بالنسبة لأبنائنا حتى ولم يولدوا في الجزائر. بالنسبة لبرنامج ولاية مديرية المجاهدين لولاية شرف، هو برنامج تري تزامن تم فيه برمجة مجموعة من النشاطات، مثلا يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله عندنا استخراج رفات شهداء لإعادة دفنهم بإذن الله في بلدية تلعصة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي الذي تشارك فيه مديرية المجاهدين بالنسبة للبرنامج الرسمي للولاية.